صباح الفل والورد والسعادة والهدى، صباح الحب، صباحكم كل حاجة حلوة. النهاردة أول حلقات برنامجنا السعادة معلمي، عايزين نتعلم إزاي نعيش سعادة، إزاي نطلع السعادة من قلب المشكلة، إزاي نطبطب على نفسنا قبل ما ندور على إيد حد تطبطب علينا. صباحكم زي الورد والفل والياسمين. النهاردة معانا ضيفة جميلة، الأستاذة داليا زردق، الكاتبة الصحفية. هنتكلم مع بعض عن السعادة وإزاي نوصل للسعادة اللي بنتمناها، وطبعا السعادة أولا وأخيرا في الرضا بالمقسوم وبالرضا اللي كاتبه ربنا، لأننا كل ما بنقرب من ربنا كل ما بنبقى سعداء اكتر، وكل ما بنحس ان الدنيا مهما كانت واخده منا ومهما كانت مضايقانا فربنا احن. ومعانا كمان تقرير النهارده مع فنانين واعلاميين مصر، ناس سفراء سعاده، ناس كلنا بنحبهم قوي. من اكتر الحاجات اللي بتاثر فينا وبتخلينا سعداء هي حاجات بسيطة قوي بنعملها تقربنا من ربنا وتخلينا راضيين مهما حصل. زي مثلا كان في قصة سمعتها من الإعلامية الجميلة قوي حبيبتي الإعلامية دعاء فاروق، كانت بتحكي إن والدتها بتقرأ كل يوم سورة البقرة. طبعا أول ما سمعت كده بتقول قد إيه بتحس بارتياح وبتنبسط ودي بتأثر في نفسيتها طول الوقت. اول ما سمعت كده قلت لا معقوله حد يقدر، ده سوره البقره كبيره، ده كذا ساعه، طب هنعملها ازاي؟ لغايه ما انا نفسي تعرضت لموقف وضاغط في الحياه وظروف خلتني اجرب. قلت طب اجرب، قلت اجرب الحاجات دي فعلا هتاثر فيا ولا لا. فلقيت ان انا ما جربتها فعلا راحة نفسية فظيعة، وبتحسوا قد ايه الحياة حلوة وقد ايه مهما كان الموقف صعب هيعدي وقد ايه ربنا بيطبطب علينا واحد واحد. قريت سورة البقرة كل يوم، انصحكم ان انتوا تعملوا كده. وكمان لو جربتوا مثلا 1000 استغفار قد ايه حاجة مريحة وجميلة برضو. فالحاجات دي بتأثر جدا علينا برضو، ان احنا نبقى دايما بندور على الحاجه اللي بتفرحنا عشان نعملها، ان السعاده تطلع من جوانا. طول ما احنا بندور على السعاده من الاخرين هنفضل طول الوقت مش سعداء، لان بمجرد ما يقطعوا عننا معونه السعاده هنبقى يائسين وزعلانين ومستنيين الجرعه. ومعانا بنرحب دلوقتي بالكاتبه الصحفيه الجميله داليا زردق. اهلا بيكي يا استاذه داليا، نورتي الدنيا. وعايزين نعرف السعادة عندك ايه بعد ما نشوف التقرير. اتفضلوا معانا دلوقتي هنشوف سفراء السعادة حبايب قلبي اللي شاركوا معانا في حلقتنا النهاردة. يلا بينا. السعادة ان الانسان يكون راضي عن نفسه وينام وهو حاسس انه ما اذاش حد، وانه حاول ان يسعد الناس، لان سعادة الناس من سعادتي. وأجمل لحظات السعادة عندي لما بعمل كشف جديد لأول مرة، أو بشوف تمثال متخبي في الرمال من 3000 سنة وقابله وجها لوجه لأول مرة. والحاجة التانية لما باجي أكتب بقى عن الكشف ده، وأنا بكتب عن الكشف ده بحس إن قلبي كله بيهتز من السعادة. ده في رأيي إن الإنسان لازم يكون راضي عن نفسه، وسعادة الإنسان في شغله وعمله وحبه للناس. زاهي حواس، ازيك يا لامي؟ أكتر حاجة بتسعدني النجاح، بيسعدني إن أنا أقعد في وسط ولادي وجوزي وأمي وإخواتي، دي حاجة بتسعدني. إنه أنا أساعد حد أو أسعد حد، دي برضو حاجة بتسعدني. يعني تقريبا كده دول اكتر حاجات بيسعدوني.
ليمي ألف مبروك البرنامج الجديد. وسألتيني إيه هو سر السعادة؟ سر السعادة بالنسبة لي في الرضا، الرضا إن ربنا يكون راضي عني، وسر السعادة في الرضا إن أنا أكون راضية عن كل حاجة حواليا، سعيدة بيها وراضية. ألف حمد وشكر ليك يا رب، هو ده سر السعادة. مساء الفل. اتسألت عن مفهوم السعادة بالنسبة لي. السعادة بالنسبة لي تتلخص في كلمة واحدة، الستر، ان اكون مستور. طبعا احنا كبرنا ودرجنا على ان الستر او الستر معناه ان البيت يكون فيه فلوس. هو يا جماعة الفلوس دي ارخص انواع الرزق وارخص واقل انواع الستر. الستر هو الصح، الستر هو ان ربنا يبقى مغطيك في كل تفاصيل حياتك، هو ان عربيتك تعطل قدام باب بيتك او تشطب بنزين قدام البنزينة، ان مرتبك يكفيك لاخر الشهر، او لو عييت وتعبت بعد ما تقبض بيوم ولا اتنين وانت معاك فلوس. الستر ان انت ممكن يكون مرتبك مش قد كده، لكن ربنا شايل من عليك هموم وشايل من عليك بلاوي زي الامراض والحوادث الخ الخ الخ، وده نوع من انواع الستر اللي بيكافئه فلوس كتير ممكن تكون ما خدتهاش، لكن ربنا عوضك من انك انت تبقى محوج للفلوس دي عشان تعوض او تصلح المشاكل اللي عندك. السعادة بالنسبة لي هي ان انا اكون مستور. عشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيدعو ربنا سبحانه وتعالى: اللهم استرني فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. بس مبرانين، مذيع في قطاع الاخبار، شبكه تلفزيون النهار. السعاده بالنسبه لي هي الرضا، انك تكون راضي ومتقبل كل اللي ربنا قسمه لك، هو ده اقصر طريق للسعاده. وطبعا الصديق الوفي اللي دايما بيقف في ظهرك ويساعدك انك تعمل حاجات كويسه في حياتك، ده برضو من اهم اسباب السعاده. وعلشان كده بقول لك مبروك يا ليمي، وفعلا السعاده مع ليمي. السعاده ان الانسان يكون راضي عن نفسه. ورجعنا لكم تاني بعد التقرير الجميل اللي شفناه، وشفنا قد ايه سفراء السعاده كلامهم حلو وبيريح وبيسعد. رجعنا مع الاستاذه داليا زردو الكاتبه الصحفيه. وايه بقى السعاده من وجهه نظرك؟ الاول الكلام بتاعهم طبعا جميل جدا، كلهم اجمعوا تقريبا على ان الرضا اهم حاجه، وانا برضو شايفه زيهم. اعتقد ان الرضا لما الانسان يكون عنده مشاكل او عنده ظروف او عنده مصاعب في حياته ويكون راضي، في الاخر بيحس بمتعه، لانه هو بيتحدى حاجات بيبقى صعب جدا ان انسان طبيعي يعيشها. لما بتمري بالمواقف دي وتبقي جامده وقويه وتقفي قدام اي حاجه، ده بيديكي نوع من السعاده انك قدرتي، ان عندك القوه انك تواجهي الدنيا كلها رغم طب على نفسي يعني. وخاصه انا موافقاكي جدا جدا في جمله انت قلتيها حلوه قوي، ان انت ما تنتظريش من حد براكي السعاده، وتبقي فعلا دايما رهن اشاره الحاجه دي شخص. لان بمجرد ما هو بيديكي السعاده بتوصلي لحاله من الفرحه وبتبقي في مود، ومجرد ما يسحبها او بالزبط. ده سواء لو كان شخص او لو كانت حاجه، دايما الواحد يعود نفسه ما يدمنش حاجه معينه بالزبط. علشان ما يتعبش لو اتوقفت بالظبط. السعاده تبقى من جوانا، عندنا ايدينا نطبطب بيها على نفسنا ونقول لنفسنا الكلمه الحلوه. ومفيش مانع ان ممكن يكون حواليكي اصحاب او قرايب او حد شريك في حياتك طبعا. يعني ممكن يكون في الشخص ده، بس ما تبقيش معتمده كليا ان انا مش هبقى على سعيده حاجه واحده، يعني ما اعتمدش على حاجه واحده بالزبط. مثلا وبرده السعاده في السفر، السعاده في فنجان قهوه واسمع فيروز، السعاده في ان انا العب مع اطفال، السعاده في حاجات كتير قوي، اتمشى على النيل، اتمشى على البحر. السعاده ممكن الواحد يخلقها لنفسه من حاجات بسيطه قوي. هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم تاني.
ورجعنا لكم تاني مع الكاتبة المتميزة داليا زردق علشان نسألها عن السعادة. احنا اكتشفنا من التقرير ان السعادة نسبية، مفيش حد طبعا السعادة عنده زي حقيقي التاني فعلا. يعني انا شايفة اعتقد ان ممكن واحد يكون مجرد انه ينام مثلا بسرعة وما عندوش ارق بالليل ممكن يكون ده نوع من انواع السعاده طبعا. لكن في ناس بتحط يمكن طموحات عاليه قوي ويقولوا لو ما حصلش كذا مش هبقى سعيد، لو ما عملتش الحاجه دي مش هبقى سعيد. والسعاده ابسط من كده بكتير زي ما انت قلتي، السعاده في البساطه فعلا كده. يعني زي ما انت قلتي ممكن اشرب فنجان قهوه البن حلو مثلا، انا ممكن ده يعملني سعاده مؤقته. تمام. السعاده حاجه نسبيه ومش دائمه، محدش طول الوقت سعيد، لكن في راحه. المهم تبقى مرتاح، تبقى تمام راضي، تبقى عارف تعدي الحياة بطريقة بسيطة. تمام. يعني هو يعني الكلمة الحلوة بتفرح، القعدة الحلوة بتفرح، الخروجة بالزبط. الحلوة، السؤال على الأكلة حد الحلوة، ممكن السؤال تسأل على حد ينبسط ويبقى بالنسبة له دي سعادة، إن حد افتكره في يوم وسأل عليه. طبعا طبعا. أنت بالنسبة لك يا لمي، أنا اللي هسألك، أنت شايفة أنا السعادة بالنسبة إيه؟ لي السعادة في رضا ربنا لأنه بيخلينا نتقبل كل حاجة. شايفة السعادة في الطيبة، ان الواحد يفضل محافظ ان قلبه يكون لسه ابيض مهما يتعرض لضغوط رغم صعوبة الظروف كل حاجة. شايفة السعادة في الحب، طول ما انا حاسة بحب اللي حواليا وانا بحب الناس ده بالنسبة لي اكبر مصدر للسعادة والرضا. وبحب ان الواحد يكون ناجح، يعني انا من اكتر الحاجات اللي بتفرحني جدا شخصيا ان انا اكون ناجحه في الشغل بتاعي وبعمله حلو وباديه على اكمل وجه فعلا. السعاده اعتقد ان هي عاده، يعني الواحد يتعود على السعاده. السعاده من وجهه نظرك معاديه؟ جدا. يعني فعلا ممكن تقعدي مع شخص من كتر سلبيته او طاقته وشكوته ورفضه لحياته او لظروفه ممكن فعلا تتاثري بطريقه وحشه، وفي نفس الوقت تقعدي مع شخص تاني تحسي انه رغم ظروفه قادر يوصل لك ايجابيه وقادر يوصل لك شعور بالرضا وبالراحه وبالقوه ويديكي من قوته كمان ويأثر عليكي ايجابيا. فلو السعاده معديه يا ريت الواحد يختار الناس اللي بيكون قريب منهم. تمام. يعني بلاش فعلا تمتصوا الحاجات السلبيه من احيانا الاخرين. السعاده بنستمدها من طفل، يعني يبقى طفل صغير عنده سنه ويبتسم لك ابتسامه حلوه طبعا يحسسك ان الدنيا لطيفه لسه يومك حلوة. حلو. طبعا المفروض ان احنا فعلا نستمد الطاقات من الحاجات الحلوه ونحاول على قد ما نقدر ما نشوفش اخبار مؤلمه، ما نندمجش قوي في قصص الوحشه ونتكلم عنها كتير، الحوادث، المصايب، الظروف الواقعة، نحاول احنا نخرج من الظروف دي، ما نفضلش خاصة ان نندمج. الظروف اللي موجودة في البلد عموما او في الدنيا كلها وبتفرض بالزبط علينا نوع من الضيق او الحزن بالزبط. فاحنا في برنامجنا بنحاول يا نخرج استاذه داليا من ان احنا نخرج من ده بالزبط. ان احنا نخلي الناس تدور على الحته اللي هتسعدها، تبص للنور، يعني نخرج شعاع النور تاني، نفتح لهم افاق جديده، افكار جديده. ومعلش يا ليمي عايزه اضيف حاجه لكلامك. طبعا في عندنا ماضي وعندنا حاضر وعندنا مستقبل. تمام. لما الناس بتعيش في الماضي وبتعيش في المستقبل وما بتعيش الحاضر اللي هي اللحظه اللي زي ما انا وانت دلوقتي كده، لو ما عشناش اللحظه دي وعدت علينا وفضلنا بس في الماضي وبس في الخوف على اللي جاي هتلاقي الحياه خلصت واحنا ما عشناش دلوقتي. دلوقتي ده هيروح مننا. تمام. فاحنا لازم دايما لما نيجي نعيش ننسى خالص اللي فات امبارح وننسى اللي جاي الله اعلم اصلا هو هيكون ايه، ونعيش دلوقتي. بالظبط. حرام نضيع وقتنا في حاجات لا خلصت لا مش عارفينها. طب احنا في دلوقتي حالا، انا دلوقتي حالا موجود، فحرام نضيع الوقت. تمام. ده تمام. واحنا حتى ديننا دايما بيحسنا على السعاده، بيحسنا الم نشرح لك صدرك، دايما بالزبط. الدين لا تهنوا ولا تحزنوا او اي ديانه بتحس الناس على ان هم يبقوا متفائلين وفرحانين. بالزبط. دايما في امل، دايما هنعيش على امل في بكره. طبعا. هنعيش متفائلين، هنعيش بالحب، هنعيش بقلب ابيض طيب.
انا بشكر الاستاذه الكاتبه الصحفيه الجميله داليا زوردو على وجودها معانا. انا كنت سعيده قوي يا جميل معاكي، نورتينا في اول حلقه، وان شاء الله مش هيكون اخر حلقه مع بعض على طول ان شاء الله. ان شاء الله. وبشكر كل صناع السعاده، كل سفراء السعاده حبايبنا اللي شجعوني واللي طلعوا معانا في التقرير، الدكتور زاهي حواس اللي انا شخصيا بستمد منه السعاده والفرحه لما بيكتشف اثر جديد طبعا. بشكر الاعلاميه الجميله دعاء فاروق حبيبتي، بشكر حبيبتي الاعلاميه الجميله دعاء عامر، بشكر الاستاذ باسم ابو العينين، وبشكر الاعلاميه صديقتي مي مجدي، وبشكر كل الناس اللي بتشجع غيرها، وبشكر كاست البرنامج، وان شاء الله برنامجنا يعجبكم وتتابعونا على طول. واي حد صانع سعادة احنا بندور عليه، اي حد هيدي الناس امل لبكرة احنا بندور عليه، عايزينه يكون متواجد معانا، عايزينكم دايما تتابعونا في برنامجكم السعادة معلمي علشان ننور شعاع الشمس يدخل حياتنا من تاني. بشكركم والى اللقاء.